الخير في كل مكان مشاهدينا الكرام، لقاء أول وجديد عبر منتصف الليل، وربما عبرنا أكثر من هذا المنتصف، ونحن أكثر شوقا وحبا بالتأكيد للقاء الجميع من خلال هذا البرنامج الذي يعود إليكم من جديد عبر شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بألف خير وصحة وسلام، وبلادنا دائما في دوام المقدمة ودوام الخير والسلام والاطمئنان، وهذا ما ننشده دائما عبر الجميع وعبر كثير جدا من اللقاءات وعبر كثير جدا من الاجتماعات. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من منتصف الليل، والليل ذكراه دائما جميلة، هنالك ليل العارفين والقائمين، وهنالك ليل العشاق والمحبين والمعذبين الحيارة، وهنالك أيضا ليل المغنين، وفيه كثير جدا من الأصوات وفيه كثير جدا من النقاط المهمة جدا التي نناقشها من خلال هذا الليل عبر منتصف الليل. وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي دائما ما أكون سعيد جدا حينما أرحب بنساء بلادي دوما في المقدمة، أرحب بالأستاذة ماجدة حسن الصحفية والناقدة، أهلا ومرحبا بك ويسعد أيامك وكل عام أنت بألف خير. أخذناك مع السهر وراجيك بكرة يوم طويل إن شاء الله الصيام، مرحبا بك. اهلا عمار، والله انا اكثر سعاده اليوم اكون معك في هذه السهره في منتصف الليل، فعلا يعني هسه احنا على اعتاب الصباح دي يعني الصباح صباح مرحبا. التحيه لك والتحيه لكل اللي بيشاهدونا في سودانية 24، وان شاء الله شهر مبارك عليهم وشهر كريم، ونتمنى انه يكون بدايه لاستقرار بلدنا السودان، وان شاء الله كل الجميع فيه بخير ان شاء الله باذن الله. مرحبا بك استاذه ماجده، و نرحب في هذا اللقاء أيضا بالأستاذ إبراهيم الإمام، خريج كلية الموسيقى والدراما والتخصص في الصوت، مرحب بك ويسعد أيامك وكل عام تبقى ألف خير. يا أهلا مرحب بك، صباح الورد عليك وشهر مبارك على كل الشعب السوداني، وتحية خاصة لمشاهدي قناة سودانية 24، وتحية لك يا عمار. مرحب. إن شاء الله نكون خفيفين ظريفين كده على الناس إن شاء الله. مرحب بك. خلونا نرحب بأستاذنا العزيز، دائما ما نسعد أو نسعد بأنه نشوفه من خلال كثير جدا من اللقاءات، وهو في الأوركسترا الموسيقية، الموسيقي والعازف المعروف الشهير أستاذ إسماعيل عبد الجبار، مرحب بك. يسعد أيامك وكل عام أنت بألف خير. مرحب بك أستاذ عمار، يديك الصحة والعافية، وأنا سعيد جدا بوجودي وسط الكوكب النيروبي وعبركم جميعا. حيي كل الشعب السوداني، كل سنة طيبين وسالمين وتامين ولامين، لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. امنياتي دائما للسودان بانه يعني يكون غدو احسن واجمل واقوى ان شاء الله، ربنا يزيل هذه الغمه باذن الله، وان شاء الله البلاد كلها تكون في خير وبخير والسودانيين كلهم بخير ان شاء الله. انت الليله من غير كمانجه مرحبا بك. لا فرح ولا عيد للسودانيين الا وكان فيه يوسف البربري حضورا، ذاك الاسم دائما ما تردد معه جميل الاغنيات في انواع مختلفه من الطرب والفنون. مرحبا بك استاذنا القدير يوسف البربري، ويسعد ايامك كل عام انت بخير يا اخوي. رمضان كريم عليك وكل الشعب السوداني بخير، والمسلمين عامه ان شاء الله ان شاء الله مع العايدين الفائزين، وبلدنا متقدمه، بلدنا دايره بس شويه حب، دايره الناس تحب بعض. صحيح. وبالحب الناس بتمشي لقدام. صحيح. فخلونا ندعو للحب في الاول، التقدم بيجي بالحب. والمحبه، والما عنده أيوه. محبه ما عنده الحبه. ما عنده الحبه. صح. دائما استاذ يوسف والاساتذه داخل الاستوديو لما يقول لك والله في فنان صاعد او في عمل موسيقي او عمل فني، دائما ما تسمع عن اجازه الصوت او تسمع عن الترخيص الفني. البد الحقوق للجميع انه يكونوا تحت مسطره واحده في انه يقدموا عمل ادائي فني يخلد ويكون موجود دائما في المكتبات. ده موضوع نقاشنا اليوم، زميلنا واستاذنا المعيد ايمن كمون اختار الموضوع في انه يكون افتتاحيه منتصف الليل لهذا الموسم اجازه الصوت والترخيص. لكن قبل ما نخش نفكك العضلات شويه، خلونا نسمع استاذ يوسف، حنسمع منك شنو بدايه ومن ثم نعود للحوار والنقاش. طيب نسمع ان شاء الله، نسمع دمعة الشوق، وإن شاء الله كل الناس اللي بتشتاق لبعضها تلاقي بعضها، ونهديها للناس كلهم بالذات طيور المهاجرة
من عند لون دمعة الشوق، خاصة الليل ده دموعه ليل الغربة قالوا ليلين. تفضل مساحة إن شاء الله. تفضل. أبشر. خدت لا لا والمحي والطاح وش الإخلاء، خدت لا لا والمحي والطاح وش الإخلاء، زايد في دلاله بيمها الكاني ونوحي يحلى، في حشايا النار وقدا ملا، يا أهو نايم الليل يا دمعة
سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. شكرا لك استاذنا يوسف و ما شاء الله ماشيين كويس. الاعياد كمان جايه ولا فرح جاي يا زول؟ شغل كثير ما شاء الله. ربنا يسعدك دائما زي ما بتعطر ليالينا ان شاء الله بجميل الالحان. والله الشعب السوداني بيستاهل. صحيح. وبعدين يعني شوف المفرده القديمه دي يعني بتحكي لك تفاصيل ادب وتقاليد الشعب السوداني. صح. والمقطع انا حبي لك سلم سلم. يا سلام على السلام. شوقي محمد زاد برضه شايفه قليل. يا سلام يا سلام. مرحب بكم. موضوع مهم جدا لما تسمع فنان وتعرف انه هل يا استاذ ابراهيم انه الفنان صوته مجاز او ما مجاز. برضه بترجع للنقطه الاساسيه في انه يا اخي شنو هو الفنان اكاديميا لو جيت تخش من المدخل الاول شنو هو الفنان تعريف اكاديمي له عشان نمشي شويه ونعرف الصوت ودرجاته وحاجاته. اوكي. الفنان بمعنى يعني شامل هو اي زول بيصنع ابداع من اللا وجود يعني. اي زول مثلا بيجيب الورقه دي كده بيعمل منها حاجه تعمل منظر جميل او حاجه بتزعد الشوف لما الزول يشوفها ده بقولوا عليه فنان. بغض النظر عن انه هو مغني ولا رسام او عازف او اي زول بيخلق جمال ابداع متفرد يعني متفرد ده بيقولوا عليه فنان يعني في كل المجالات. اما بالنسبه للمغني في حد ذاته لما نقول فنان فنان دي طبعا كلمه كبيره جدا. فنان دي بيعني انه زول مبتكر في تفاصيله زول يعني بيعمل حاجاته كلها بشكل متقن شديد يعني. معايير الفنان مثلا تفاصيله طبعا الصوت ده ما موهبه الهيه اللي ما بقوله دي حاجه يعني ربانيه كده موجوده في الزول. لكن بعد ذاك الزول عشان نقول عليه فنان يبقى لازم في حاجات اساسيه تتوفر. مثلا شنو؟ يعني مثلا تفاصيل صوتك مثلا يكون سليم في الاداء تكون مثلا تيونينج مظبوط تيمبو مظبوط مثلا عندك الخيال اللي بتقدر توصل به الحاجه الماده حقتك اللي داير تقدمها يعني دي مغيمات الزول المغني الممتاز يعني ممكن نقول عنه فنان. استاذ اسماعيل يعني في النقطه دي ذاتها من خلال التجربه الموسيقيه ولك اثر في اكتشاف عديد من الفنانين او مساعدتهم في الظهور وتقديمهم للمجتمع. ويعني كيف انه مثلا ندي الفنان وهو في بداياته يتكون ويتشكل نديه الجرعه المناسبه عشان ما انه الصوت ده فعلا يجاز وفي نفس الوقت يفضل موجود داخل المكتبه السودانيه الغنائيه والذهنيه والوجدانيه. الاشتراطات. والله يا اخي اول حاجه طبعا انت بتكتشف الصوت يعني زي ما قال لك اساس انه هو في معايير معينه بتكتشفها بتشوفها فيه فلما بتلقاها فيه بعد ذاك بتبقى مساله بتاعت في اول حاجه البراكتس تمارين الصوت يعني الصوت لما يكون خلاص سليم اكتشفت انه هو سليم التيمبو زي ما قال لك بتاعه او الايقاع بتاعه سليم بعد ذاك بتجي تبدا بعد ذاك الحته بتاعت المعرفه التراكميه التمارين الخبره اللي بيكتسبها بعد ذاك. يعني مثلا انت صوتك سليم ما انا بعرف لكن ما اخترت انك تبقى فنان. والله يا اخي الحمد لله الصوت سليم لكن انا زي ما قاعد اقول دائما يعني مساله الغنى دي بقوم بنزلها في الكمانجة يعني. الكمانجة ذاتها بتغني يعني. دي الناس وصلوا احساسهم بتفاصيل الموسيقى العاليه التفاصيل طبعا دي من اصعب الحاجات يعني. صح صح يعني حسك الفني ده تقوم تتمحور في شكل آلة تتكلم بها الحان تعبر عن تفاصيل صعبة جدا هي لكن الحمد لله ربنا قدرني هي زي ما بقول انا دائما الكمانجة بالمناسبة العلم يعني علم الجميع انه انا بعزف اكثر من آلة صحيح اكثر من آلة لكن هي المسيطرة يعني حتى الغنى ذاته شالته مني. انت ليه ما اخترت انك تمشي تكون فنان محترف؟ يعني انت صوتك سليم
والله يا اخي ده شغال كمان جدي بس عجبتني نظرة الأستاذ البيت خايف على روحه خايف في الزمن ده في مشكلة في المنصة أبدا والله ما كان في مشكلة بالعكس تعرف أنا يا أستاذ يوسف أنا لو قلت لك أنا بعزف مندلين تقول شنو أيوة مقتنع واشتغلت يعني في الفن الشعبي فترة من الزمن يا في عبدر ويا في برصدان وشغال مندلين وشغال جيتار انت عارف لما تقول من عبدر الكلام هنا بيتنا يوم التحيه صح العبدر كله بيشكل الغنى الشعبي الشعبي تحديدا احنا بدينا بدايتنا كانت شعبي طيب استاذ بربري انا جيت عندك وجاي الاستاذ ماجد دار اعرف تجربتك مع اجازه الصوت والترخيص الفني والغنائي طبعا انا سلكت الاتجاه بتاع الغنى الشعبي وانا اصلا شاعر وملحن صحيح يعني زول بغني مثلا في قاعده في شنو بنقعد نتونس او لما نيجي الفنان بقوم بديه الاغنيه بلحنها اي كلام انا كاتبه ملحنه انا ف كنا فاقدين في اتحاد فن الغناء الشعبي فنانين انا لما مشيت اجيز صوتي يعني كنت صبي فهمت كلام كم يعني 20 سنة؟ فهمت كلام يعني الغنى الشعبي ذاته بيضغط على الحبال الصوتية الشديد والكلام ده كون عارفينه الأساس درجات صح اي ف أنا لما مشيت عشان أجيز صوتي لقيت إنه إذا في 10 بتاع فنانين بتاعين حديث أنا واحد ف كانت حاجة كده غريبة انه يوسف انه في فنان بتاع شعبي عايز يجيزه صوته فدخلنا انا ومعايا عثمان احمد عوض له التحيه طبله له التحيه فقابلنا الاستاذ ود اللمين طبعا انت لما انت قابله طالب ترجع يا سلام فمن هنا نحن بنحييك قبلني ما تقول اي حاجه ايوه فانت لما تجي يعني انا ما اكذب عليك بيديك يعني حاله كده اول حاجه وطبعا دي يا ودتك الاخرة يا طلعتك السماء الهزه دي جات في البدايه لكن الحمد لله اشتغلنا لهم الاغاني اللي هم عايزينها وهسه قياس الصوت بقت يعني ما بالصعوبيه اللي كان الزمان طيب حنجي للفرق بين زمان وحسه لكن انت كفنان لاي مدى بالنسبه لك انه صوتك مجاز؟ هل الحاجه دي في عرف شريف. الفنون مريحه بالنسبه لك؟ شوف عندك بطاقة ومضاف وصوتك مجهز وكده طيب انت لو عايز تنظم اي حد ولابك في البيت لو عايز ترتبه بتنظمه نحن بس ما بنحب النظام لكن كونه انت مجهز عندك بطاقة بتخليك تخليك انت تواصل نشاطك وانت في السليم افتكر ده اول خطوة انت بتعملها انت ما ممكن تيجي تمسك ليه تقول لي يا اخي انا استاذ وانت الطباشيرة بتعرف تمسك لازم تكون انت مدرك ديمنا وشوفات بتاعت انك انت انسان ممكن تزاول المهنه دي ما زيك وزي الدكتور وزيك وزي الصحفي وزيك لازم تزاول الحاجه وانت مرخص صح. يعني هسه عربيتك دي ما بتقدر تسوقها انت ما مرخص ولا يمكن تكون عرضه لعيش تقطع ايصال انت بعد ذاك لما تاخذت الحاجه دي بيبقى يكون عندك دافع لانك تتقدم افضل وافضل صح طيب استاذه ماجده يعني النقاش فيه نقاط مهمة جدا لكن مثلا أستاذ بربري أستاذ إسماعيل مشوا بينا لحتة بالإضافة أستاذ الإمام في أنه هي حاجة مريحة للفنان في أنك تكون مجاز لكن قديما وحديثا في خوف كان كبير جدا من قصة الترخيص وأنا ما درز الأستاذ يوسف أقول له هل أنت زعلان في ناس ما بيستحقوا الترخيص وهم استاهلوا الترخيص ده موضوع تاني لكن لما نتكلم عن لجنة إجازة أصوات في خوف ورهبة وفي نفس الوقت زي ما حكز قبل شوية بالعرف والتاريخ والعين الصحفي والمتابع في موضوع إجازة الأصوات والتراخيص لو حبينا نقول روشيتا مدخل للقصة دي صحفيا من خلال متابعتكم كيف ممكن تكون الاشتراطات وممكن تكون النقاط الفنية المهمة جدا عشان ما إنه والله الفنان فنان من خلال موهبته وبرضه من خلال إجازة صوته انت كده اديتني الإجابة في ختام السؤال أنا حعرف فنان كيف
زي ما تفضل الأستاذ تكلم عن إنه الحياة دي بتتم بخطوات. يعني معظم الفنانين في السودان ظهروا من خلال الدورات المدرسية. صح. يعني هي شكلت الانطلاقة الأولى لإنه ظهور الموهبة. بعد ذلك هم شاركوا في مهرجانات لاحقاً أكبر منها. يمكن ظهروا زي ما قال الأستاذ كصبيان شوية بعد ما كانوا أطفال. كانوا صغار. أيوة كانوا أصغر. الحاجة دي بتلفت نظر ناس آخرين هم اللي بيوجهوهم في طرق مختلفة إنه أنت صوتك سمح تنفع تبقى فنان أو أنت موهبتك دي تابعة لقدام ما تخليها تموت. بالضرورة ما كل العدد اللي طلع من المهرجانات أو من الدورات المدرسية يصلحوا لأنه يكونوا فنانين، لكن في عيون بتلتقط عدد منهم ومشوا بيبقوا من كبار الفنانين اللي هم طلعوا من الدورات ومن المهرجانات. صحيح. يعني دي الخطوة الأولى في إنهم حتى مهرجان الموسيقى الأول يعني والثقافة والفنون بدري. أيوة. صحيح. أيوة دي كانت الانطلاقة لأنه يظهروا فنانين وهم يعرفوا عن نفسهم ويكتشفوهم آخرين يعني أو يخطوهم في الطريقة الصحيحة في إنه الواحد يبقى فنان. كيف بتكون نظرتك للفنان المجاز صوته أو هو موهبة وعنده جمهوره بيغني من غير ما يتين إجازة صوته أو فنان تاني مجاز بالنسبة لك؟ هو طبعاً زي ما قال الأستاذ يعني دي فكرة بتاع التنظيم بتاع مهنة إنه الواحد بيكون مرتاح إنه عنده أسنة يعني لو ما عندي غير صحفي ما بقدر أكتب. هو يفترض إنه الناس تأخذ الأمور في الإطار الصحيح. وفي آخرين ما عندهم غير صحفي وبيكتب. في فرق. في كتير. أي هناك فرق يعني. أيه. في زول بيكون أنت جاي للمهنة من بابا وفي زول بيكون جاي للمهنة من الشباك. إحنا ممكن يكون كلنا عندنا مواهب. يعني انت ممكن الان تكون بتكتب لكن ما عندك غير صحفي. ممكن اقول انه الصحفيه مجدي حسن بتقول انه الفنانين ما مجاز اصواتهم جايين من الشباك. اي انا بقول لك هسه ثاني. ايوه عندي الشجاعه اقول لك انه في عدد من الفنانين جايين للمهنه ما بطرق رسميه جايين بالشباك. و اقول لك حاجه طيب فكره اخرى. في واحد من الفنانين قبل فتره مصرح انه السودان بقى بلد المليون فنان. هو فنان. هو صاحب التصريح يعني هو متضايق من انه في مليون فنان في السودان. المليون فنان في السودان ديل جابوا منه الجمهور جبناهم نحن. يعني انا التصريح بدلي زي تصريح السياسيين اللي هم بيشكوا للمواطن من مشاكلهم الداخليه في اضابير السياسه. فالفنان بيشكي من انه في عدد من الفنانين او مليون فنان. هو سمى العدد يعني انه في مليون فنان الان في الساحه الفنيه. المليون فنان ديل جونا من وين؟ جونا من وين استاذ يوسف؟ وجونا بياتوا طرايق نسمع. جيت زول زميل جونا من وين؟ مليون فنان. ايوه فهمت كلامي. يعني انت اصلا من بلدوك انت فنان يعني انت هل هم يصلحوا انه نسميهم فنانين؟ يلا بتبقى بعد المشكله بتاعت انه انت تصلح ده الجيل ده انت هسه اقنع منه. ايوه ما نكون واضحين. الجيل ده انت اقنع من خيرك لكن عشان تبني جديد المفروض اي زول يجي يجيز صوته يمر على الغير مر عبر المعهد بتاع عشان بتاع الموسيقى والمسرح. لو سمحت لي يعني تفضل يوسف. هو اصلا زمان يعني هي بقت مشكله يعني درجت لما وصلت هسه نحن عندنا حاجه اسمها السوشيال ميديا ما بتقدر تتحكم فيها انت اصلا. نعم صح. في حاجه اسمها الحفلات الخاصه ما بتقدر تتحكم فيها. زمان الحفلات ذاتها ما كانت كثيره. انت عشان انا اسمع ربي برد عشان اي اكون دار ابقى فنان بمر عبر منفذ واحد اللي هو الاذاعه السودانيه. صح. عشان الجمهور عشان المستمع يستمع يعرفني حتى التلفزيون ما كان فيه. صحيح. عشان التلفزيون الجمهور او المستمع. الشعب السوداني او المستمع عشان يسمعني انا لازم امر عبر الاذاعه السودانيه. الاذاعه السودانيه فيها بعبع اسمه لجنه اجازه الاصوات والالحان قاعد. في فنانين يعني ذكروا الكلام ده وقالوا انا ما اقدر احدد بس منو ولا منو لكن في فنانين من الفنانين الحس ارقام. ايوه يعني الحي فيهم رقم والمات يعني خالد يقول عليه الفنانين الناس خالدين يعني ناس بيجوا فنانين كبار يعني ناس عمالقه لجنه اياز الاصوات بتقول لهم امشي تعالي بعد 6 شهور. طيب خلونا نمشي نسمع غنى ما نجي بعد نجي بعد شويه نسمع استاذ بربري سمعنا شنو نسمع احرموني ولا تحرموني سنة الاسلام والسلام. صح ممكن يقول فنان ما تحرموني الترخيص تفضل يلا
See how
شكرا لك يا استاذنا يوسف. وخليني التقط معنا من الاغنيه احرموني ولا تحرموني وحياتي اشبه برمسي اللي هو محو الاثر بعد العين يعني اثرا بعد عين. واي فنان دائما بيحاول انه يكون هو مخلد مهما مرت عليه من ايام وظروف. تعال عيوننا بيشيلك. خلينا نواصل معاكم الشباب. عندنا فاصل ولا حنواصل؟ خلونا نطلع فاصل من ثم نعود من جديد. اشرب الموية. والحديث حول إجازة الأصوات وكيف تجاز. ودائما بنعرف أن الصوت ما بيجاز لحاله أو لوحده، يجاز معه اللحن والكلمة، ودي بتوريك عظمة الأداء وعظمة الشيء المقدم من خلال تاريخ الأغنية السودانية. أستاذة ماجدة، تكلمنا قبل الفاصل عن نقاط كثيرة جدا فيما يخص، وعرفنا جزء من معاريف الأصوات يعني، لكن أن الصوت ما بيجاز لحاله. أنا لو صوتي جميل وعابر يعني وجيت غنيت كلام او قلت كلام ما مجاز او كلام ما مهضوم، ممكن اخذ زيرو. بالضروره كلام صحيح، وانا حاحفظ لك طوالي اللي بيعمل فيه مجلس المهن الموسيقيه والمسرحيه الان هو بيجيز 5 اغنيات للفنان. وعاده الفنان انا ما عارفه المفرده بيستنضف من اغنياته 5 بيقدمها للجنه. فيها كلمات كويسة، لحن كويس، أداؤه ممكن يكون كويس، مع إنه لما يطلع برا الإجازة هو سبب مشاكل بيعملها المجلس ذاته ويبقى يلاحقه بعد ذاك بالبوليس. شنو المشاكل؟ أنا شايفة في خلل في طريقة الإجازة دي ذاتها يعني. أنت لما تطالبني بخمسة أغنيات معيارية اللي هي عشان أنا البيها الرخصة، بعمل كل جهدي في إنه أنا أقدم لحن كويس، كلام كويس، وانا بالضروره صوتي كويس يعني. لكن بعد ده بفكر في انه هل ده الغنى اللي بيوصلني للناس؟ ده الغنى اللي بيحقق لي الشهره؟ ده اللي بيجيب لي بيفتح لي بينزل لي كنوز غارون؟ فالفكره بتبقى بعد ذاك فكره ربحيه من الفنان. اجازته اللجنه ده ممكن يجي لاحقا يغنيه في فضائيات، في محافل جاده، لكن مسيرته الفنيه بتنطلق بعيدا تمام البعد عن الاجازه في المجلس العام يعني. وده خلل استراتيجي انا شايفاه في اللجنه المسمى لجنه اجازه الاصوات الحاليه في المجلس. الكلام اللي قاله استاذنا عبد الجبار قبيلك ما من العدل انه نقارن الوضع الان بالوضع زمان. صحيح المنفذ كان الاذاعه السودانيه لوحدها، وكان يعني كان الناس بتلقى صعوبه في انها تبقى انك تكون فنان او تطلع للناس يعني عبر اللجان الممرحلة، فده كان خلى عدد الفنانين ذاتهم شوية. الآن في انفتاح كبير يعني، المجلس ذاته والاتحاد ما عندهم الآليات الممكن تضبط نشاط الساحة الفنية الآن والفنانين بحيث إنهم يقدروا يسيطروا عليهم. نحن بنسمع عدد من الفنانين ما مجازين وبطلعوا أغاني وبيطلعوا ترند وبيكونوا قاعدين في الضوء اللي هم ديل، ما في زول يعني اداهم رخصة وما مروا باللجان. وده نحن لما نجي نعيب الساحة الفنية بنعيبها بالكويس وبالكعب، بنقول نحن عندنا 1,000,000 فنان من غير ما نعرف انه 1,000,000 فنان ديل اساسا نحن جونا كيف الاجازوا منه. الخلل الاستراتيجي في انه الان المجلس اللي جاء لترتيب الساحة الفنية الان جاء عشان الهدف اللي قام بيه او اللي قومته الحكومه بيه اساسا انه يرتب الساحه الفنيه ويدي بطاقات لمن يكون الفنان. الحصل هو انا الان شايفه انه هو واحد من اسباب المشاكل. صح. لانه مشاكله الان اللي حصلت بسببه باعطاء الرخصه لاي زول بيعالج الان بالبوليس بالشرطه بالقبضيات، وعمره الفن ما بيتعاملوا مع بالقانون يعني.
هو في النهاية أنت بتعامل مع تنظيم زوج. يعني أنا دايرة أسمح في بيتنا أو في عربيتي أو في حدود محددة وأنا محدد، ما في شرطة بتحميني اليوم، وهو الآن متاح بالفضاء المفتوح. الغلط الاستراتيجي إنه الغايمين على اتحاد الفنانين أو اتحاد المهن الموسيقية ومجلس المهن الموسيقية الآن ما قادرين يعرفوا التحديات الماسلة أمامهم، ما عارفين الضربة جايه من وين أساساً. يعني نحن كان مفروض يكون معنا أستاذنا نجم الدين الفاضل لكن اعتذر لأسباب صحية، ولرمضان كريم، وإن شاء الله نلاقيك من خلال كثير من اللقاءات الفنية. يا ريت لو كان، لأنه نحن كان بيجاوب عليه كثير. ممكن من نوجه الأسئلة وهو بيشوفنا بيعمل يعني عدد من الإضاءات على الكلام اللي نحن بنقوله. الأستاذ نجم الدين جاء في ظروف صعبة جدا، يعني جاء في فضاء مفتوح، جاء في إنك تسهل تكون أنت من غرفتك الخاصة ممكن تسجل وتبس أغنية يعني وتكبر ترند. أيوة، هو حيتعامل مع ده كيف لو هو ما عنده آليات؟ طيب يعني الآليات بتوديني برضو لقصة مهمة خلينا نناقشها مع أستاذ إبراهيم الإمام. إنه يعني أستاذ ماجد تكلمت إنه الفنان بيمر بمراحل أخرى، وممكن في إجازة الأصوات ذات نفسها تجاز خمسة أعمال ويتخطى في المكتبة أو في الرف ويمشي يغني غنى تاني. هل ده برضو بيجيك من خلال تمارين الصوت وأنت فنان برضو يعني باعتبارك دارس وممارس للمهنة؟ هل بيتم من خلال تمارين صوت معينة لأغاني معينة عشان ما يجذب صوته ويمشي في غنى تاني حيغنيه ربما يؤثر على الساحة الفنية بحسب ما نشوف يعني؟ وطبعا عشان أنت تمشي تجيب صوتك ده يعني في حاجات معينة لازم تكون عارفة. ده اللي نحن بنعرفه مثلا في اللجان بتاعت الإجازة بتاعت الأصوات. مهم جدا مثلا تكون عارف المدى الصوتي بتاعك من وين لوين. مهم جدا يكون عندك خامة صوتية ما بتشبه زول، يعني لأنه لو في تطابق ما بتاخذ ال الرخصة بتاعت المهنة. هل مرنت ناس إنه يتم كيف إجازة صوته؟ في ناس كتار جدا بيجوا بيتمرنوا على أساس إنه لموضوع هو محدد زي ده ياخد الإجازة بتاعت القصة دي، وبعد ذاك زي ما قلت بيمشي بغني الغنى اللي هو يرجع للليفل بتاعه. أي بالضبط كده. فالقصة الأستاذة قالت آليات، يعني القصة دي محتاجة لآليات ومحتاجة لأفكار جديدة، يعني أفكار ما قاعدة هسه عند الناس اللي بيفكروا بتفكير زمان داك بتاع انه مثلا تنتظر هسه الفنان يجيك مثلا في حتتك على اساس انه يجوز صوته يبقى عنده القصه بتاعت البطاقه بتاعت المهنه الموسيقيه ده على اساس انه يزاول المهنه دي. فبقت زي ما قالت الاستاذه في الفضاء ده مفتوح جدا، يعني في زول بيجيب كاميرا كده في البيت بيعمل القصه لايف ويطلع ويغني تيك توك. يعني اليوم الواحد فيه 100 فنان بيطلعوا بتاع بدون اي مقاييس بدون اي معايير. فالقصه دي محتاجه لآليات مش حديثه، يعني آليات بجد تمكن النازل من انه يسيطر على القصه دي. و يعني انا قاعد انتقد ناس كتار بيقول لك يا اخي القصه دي مثلا تجي عبر كليه الموسيقى ولا تجي عبر أنا بفتكر دارس. إنه يعني بفتكر إنه يعني أنا ضد فكرة إنه مثلاً الفنون دي تتغيد مثلاً. أنا عندي الموهبة الإلهية دي أهم حاجة في الدنيا. يعني دي الحاجة الربانية، لكن بعد ذاك الزول الموهبة الإلهية دي بيقوم بتقينها بالعلم. طيب خلينا نمشي. تعرف يعني اسمعي. المدى الصوتي بتاعك معليش أكمل الحاجة دي. واصل. تعرف يعني شو المدى الصوتي ده، لأنه الميزان بالنسبة لك بتخطه من هنا ده لحد هنا. يا جماعة أنا ده الميزان المدى الصوتي بتاعي. كانت يعني دي نموذج قبل ما امشي استاذ اسماعيل. يعني مثلا اذا قلت من الله تحت الخطوط مثلا، اذا انا مثلا انت زول فنان ده مثلا اخر قرار انا بصله دي اكثر نوته مثلا انا بصله ده المدى الصوتي بتاعي وده الميزان يعني اللي انا بقيس بيه. اذا الاغنيه بتجي مثلا حجم المدى الصوتي ده انا بعد ده بختار الاغنيه، اذا اقل منه بقوم ببعد من القصه دي. فالفنانين اساتذتنا الناس المغنيين والاساتذه الاسه عملوا بصمات نحن لسه ما قادرين نتخطاها لانهم بيعرفوا الحاجه دي. طيب استاذ اسماعيل بيعرف يعني شنو المدى الصوتي. طيب بيعرف يعني شنو صوت تينور فيريس وسكن، بيعرف يعني شنو سوبرانو ميزو سوبرانو، بيعرف يختار النص اللي بيعبر عن احاسيسه ومشاعره ويقدر يوصل به الاغنيه دي تقعد قاعده آلاف السنين يعني مخلدة. زي قلنا العجيبة زي تفاصيل. طيب كويس أستاذ إسماعيل، يعني أنت كموسيقي هل بتفتش إنه الفنان ده مجاز ما مجاز؟ هل بتميل للقصة دي ولا بتتعامل مع الموهبة؟ أنت برضو كزول حساس يعني. والله الموهبة طبعا، أنا أقول لك حاجة،
كليه الموسيقى والدراما الان كان اسمها المعهد العالي للموسيقى والمسرح. الداء لما اتعمل لما النميري عمله ما كان بيدخلوا له بمكتب القبول او لا. يوسف البربري زول فنان طواري موهبة نميري ايوه وديه المعهد عشان شنو؟ عشان يتثقف عشان يعرف الحياه دي هو مدى صوته عشان يكون هو بيعرف انه بيعمل في شنو عشان يكون مسؤول من عشان الحاجة من اللي أيوة. يلا لما عمل الواحد كان كده لانه زمان اصلا يعني احنا مشكلتنا انه مشكلتنا في زمان للاسف الشديد انه نحن ماضينا اجمل من حاضرنا اجمل من مستقبلنا. دي مشكله كبيره جدا. هل قبل كده رفضت تتعامل مع فنان غير مجاز؟ فتشت عن الحاجه؟ والله مش غير مجاز. هو اصلا الفنان ده اذا حتى لو ما مجاز يعني في فنانين مظلومين او شلت بيد زول انه يمشي يجيزوا صوته. ايوه اي زول انا بحس بانه هو زول عنده موهبه وزول مفترض انه تتمد له يد المساعده بساعده. لكن اذا حسيت بانه زول هو ما مسؤول هو ما امكانياته ما كده يعني اللي قلت فيه وخلل طوالي ببعد منه. المجلس مش هو اساسا مطلع قرار او بيانات للفضائيات وانه اي فنان ما عنده رخصه وما مجاز أيوة ما تشتغلوا معه. أيوة انتوا كمسؤولين المفروض يلا دي هذا القرار اساسا ما تشتغل. هذه يعني الاليه المفروض تكون يعني في تنسيق بين المجلس وفي تنسيق بين القنوات الفضائية مع الشرطة مع القضاء كده. دي المفروض تكون آلية عشان تحسم الحاجة دي. فللأسف ما في يعني. خلونا نسمع رأيك. للأسف بتتكسر بتفاصيل بتاعت ما شاهد العكاكيز بريدة شوية غير بريدة. خلونا كده أول حاجة يعني في شباب يعني ما كل الفنانين يا أخواننا مستهترين. في شباب جاد في شباب جميل فهمتوا كلامي. بس نحن عايزين نغذي حاجه معينه انه انت كفنان حس بمسؤوليه الحاجه دي صح مسؤوليه انك انت كفنان يعني دي رساله. ايوه عشان انت تقدر يعني في اي مكان انت عشان تتغير ما في ناس ما بتعرفك ممكن ناس تسافر من حته لحته ما يعني ما في زول ما بعين للميديا هو تلاقي انا فلان الفنان هيقول لك يا اخي كده هتتلفت. في حين انه البطاقه دي انت لو قريتها اول حاجه انت تتبع لمجلس الوزراء مفروض تكون قدرها مفروض انت تكون قدر الحاجه دي قدر فنك قدر جمالك قدر يعني انا زي ما قلت لك في البدايه التنظيم اساس كل حاجه طالما هي اساسا بقت مهنه بعدين المعهد انت عارف انك كمان فاهم شنو لما قلت لك انه الناس تمر بالمعهد يعني هسه انا الليله عايز امشي المعهد. المعهد ما هي تمارين وبتعرف انت حاجاتك تفاصيلك ادراك اصلا الصوت بيشيخ بيكبر بيجيه بكثره الارهاق بكثره شنو بكثره شنو فانت هسه تمشي الدكتور عشان تعالج حتات معينه بالضبط. صحيح خلينا نعالج الالام اللي نسمعك نعالج الوجع ده ايوه هنسمع شنو كده خلينا نشوف الفراسه دي تفضل جلد Yeah.
حبوب دم ورتب الانصار في الكتفية دي كم شبين صلى سيفك اللي في الارضفة سيفا اللي في قلب الله اللي انا صدر
سلام يا سلام على الأجواء الرائعة والكلام الخالد يعبر عن كل سوداني في كل مكان. نحن في خواتيم هذا الليل وخواتيم هذا اللقاء، خلونا برضو أستاذة ماجدة نبدأ نقدم روشيتا ونقدم ملخص، لأنه هل الفن يقيد برخصة؟ هل الفن يمضي باتجاهات يعني فيها باب ومفتاح وكده، ولا ممكن نمشي لأنه يا أخي نجتمع كموهبة ونجتمع كمنظم للمهنة عشان ما نزاول هذه المهنة ونقدم من خلال نموذج نفتخر به في كل مكان؟ طالما هي مهنة أي وموهبة مهنة أيوة، أي مهنة عندها ضوابط. ما هو أنا دخلت امتهنتها بالموهبة أولا، أنا مثبتة إنه أنا أساسا دخلت المهنة عبر موهبتي، فبالتالي لابد يكون في ضوابط لهذه المهنة، لكن هذه الضوابط اللي بيضع علي يكون واضح في اعتباره العصر الحديث الجديد اللي احنا عايشين فيه الآن. يعني فما ممكن أنت تخط لي ضوابط وزي ما حصل زماني في مسألة الغرسنة الفنية والأشرطة والأقعدت شركات الكاسيت زمان، صحيح. إنه دائما الغرسنة كانت متقدمة على الجهود التنظيمية دي بخطوة متطوعة، أيوة كان يعني كان الغرسان متقدم بخطوة. فهسه إحنا الفضاء المفتوح بيخليك أنت متقدم عليه، التنظيمين اللي بنظموا المهنة الاتحاد والمجلس، الفضاء المفتوح بيخلينا متقدمين عليهم بخطوات. الموجودين على إدارات هذه الاتحادات عليهم إنهم يعوا المسؤولية اللي قدامهم. يعني في رأيك أنت كزول الصحفية ومتابعة، هم حاسين بقيمة الحاجة دي؟ لا، أنا لحد الآن شايفهم إنه إدارات تقليدية يعني بتعامل بالإرث القديم. أنا بحس إنه هم بيحسوا المسألة دي استحقاق يتكتب في السي في إنه فلان الفلاني مسك اتحاد الفنانين في فترة من 2000 وكده إلى 2000 وكده. أستاذ ما إبراهيم ما حاسة أكتر من كده يعني. أنت يعني موسيقي وقريب برضو من الأداء التنفيذي والعملي، هل فعلا حاسب بالاتجاه ده إنه مهمل القصة بتاعت جائزة الأصوات بتاع إنه والله تنظيم المهنة وتقنينة، يعني الكلام ده بنسمعه كثير، هل فعلا حاسب إنه القصة دي مهملة؟ والله يا أخي مهملة جدا، هل بتمر عليك تجارب فيها كبير جدا مهملة؟ يعني في شباب للأسف الشديد فنانين وموهوبين جدا ما لاقيين حظهم يعني، وفي شباب تاني أنا ما بقول مثلا في أصوات جميلة جدا يعني في الجيل لسه ده، في شباب أصواتهم زي الذهب يعني، وفي ناس بنفس المستوى ناس رديئين جدا. فأنا بفتكر إنه الحكاية دي محتاجة لأبديت من الناس المسؤولين في القصة دي. التغيير ده لازم يشمل أي حاجة، صح. يعني على أساس إنه تبقى في تقنيات جديدة لمراقبة القصة دي، يبقى في يعني آليات جديدة لضبط القصة دي ذاته، على أساس إنه يعني الحاجة دي ما حق الزول واحد يا جماعة، الحاجة دي ثقافة بتاعت يعني بلد كامل جدا، بلد زي السودان وترامي الأطراف، صحيح. وعنوانك في أي حتة أنت تمشي فيها. فيعني أنا وصيتي للشباب المغنيين والفنانين عموما في إنه يا جماعة مهما كنت يعني فنان، أنا قلت الموضوع ده موهبة إلهية، لكن عشان تكون أمين مع روحك لازم الموهبة الإلهية دي تقوم يعني تضغيلها بدرجة كبيرة جدا من المعرفة، على أساس إنه أنت الدراسة يعني مهمة. تكون فاهم الحاجة اللي بتعمل فيها دي، على أساس إنه أنت الفنان ده ما هو واجهة لناس، يعني ما أنت الفنان ده بتمثل نفسك. يعني يوسف البربري بمثل اتحاد الغناء الشعبي زي جابوه في حتة زي دي مثلا، وواجهة لنا نحن كسودانيين برا، يعني زي يوسف مثلا إذا استضافوه برا وواجهة لنا، يعني مفترض يكون هو متشبع بتفاصيل الحاجة اللي بيعمل فيها دي، على أساس إنه يعني يقدمنا نحن بشكل يعني جميل جدا. أنا بكون حزين جدا لما يجيبوا فنان يعني هو قاعد في يعني في حتة يعني بيخش له الناس بتذاكر وللأسف ما عارف أبسط الحاجات في إنه طبقة الصوت دي هي مسماها شنو يعني، حاجة مؤسفة، دي حاجة مؤسفة جدا يعني، صحيح. وللأسف بيتعامل يعني بيكون في مقابلة في واحد من التلفزيونات المشاهدة جدا على مستوى العالم بيزالوا سؤال له علاقة بالقصة دي وبيجاوب إجابة يعني حاجة سيئة جدا، صحيح. تخيل إنه زول بيقول يعني طبقة صوته هو في ما بين الألت والسبرانو يعني، ما في حاجة زي دي يعني، الألت والسبرانو دي لها علاقة بالنساء يعني، دي أصوات صح النساء يعني، حاجة سيئة جدا.
صحيح. فأمانة بالله لكل الشباب الفنانين أولاد جيلنا الناس يعني الغنى ده مسؤولية, وأي زول بيمارس أي فن هو مسؤولية طيب. كبيرة جدا. قبل أي حاجة أنت بتمثل بلد كامل. نحن من جبيل بنقول الفنان عظيم. والفنان العازف برضو أو الموسيقي مؤدي لآلة معينة هو فنان. ختاما أستاذ إسماعيل, يعني بالإضافة للكلام ده, هل العازفين برضو بيتموا لإجازة أداء وممارسة معينة والتقنين لهم؟ لا ما يعني لأن هي مهنة بتفضح. أيوة نعم. لكن هم دائما إجازة الأصوات وإجازة الألحان وإجازة كده دي بتكون دائما مختصة بالفنانين. لكن من باب أولى إنه العازف إذا كان أصلا أنا دي امتهنت المهنة دي فمن باب النوتة الموسيقية بتقدمها دي أصلا مفترض إنه أيوة. أجود حاجاتي. أنا قاعد أقول يعني قاعد أقول للعازفين أي عازف اللي على أي آلة, أنا قاعد أقول لهم في زمان كان مسلسل إذاعي محمد خيري أحمد اسمه حاج تمساح, يقول له يا حاج تمساح ما عارف الدولار, يقول لهم اشتري وخزن, ما عارف الشنو اشتري وخزن. أنا بقول لأي عازف اشتري وخزن. اشتري وخزن بمعنى شنو؟ بمعنى إنه أنت أنا يوسف البربري ده ما قاعد أشتغل معه كمان صح؟ أيوة. لكن أحفظ له شغله وأحفظ حاجاته عشان في يوم من الأيام لو لقاني في ملف ضيق يا أخي هو مضايق دايرنا اشتغل معه واكون جاهز. انت بتقصد ثقافه سمعيه؟ ايوه ثقافه سمعيه. نحن اتربينا على ثقافه الاذاعه. نحن الحمد لله رب العالمين الاذاعه طبعا مدرسه كبيره جدا, لبتنا الشوف عن طريق الاذن. ايوه نعم صحيح. فنحن من عبره زي ما قال يوسف جبيل من عبره, فكان التلفزيونات دي كانت قليله ما يعني حتى الجزر لما هنا كانت بيوتات فيها تلفزيونات قليله جدا, فما من السهل انك تلقاها هناك. لكن كنا بنسمع من الاذاعه, وكنا بنسمع مثلا السهرات بتاعت ناس صاله تحرير صاله عرض ايوه ومطرب وجماهير مطرب يعني كان بينزل جبال لنا شرايط كاسيت, فالناس كان بي يعني دي نصيحه اخيره تقدمها للشباب. انا دار اقول انه في حته اجازه الاصوات واجازه الالحان واجازه الاشعار والكلام ده, زمان كان في لجان, ما هو زي ما قلت لك كان المنفذ واحد اللي هو الإذاعة. أيوة. والإذاعة عندها لجنة بتاعت إجازة أصوات وألحان وأشعار كانت صعبة جدا. أنا أذكر حادثة سمعتها منه بأضانيدي محمد وردي رحمة الله عليه الهرم الكبير الرحمة والمغفرة عنده أغنية لحنة كتب كلامه ولحنة وجاي يغنيها, ففي واحد من اللجنة قال لي أنت عنتر وردي بشموخه بكبرياء وده كله يعني خضع للحتة دي. قال له ما ممكن اصلا انه انت تكون شاعر وملحن ومغني. وردي تنازل الالحان تقريبا الالحان لواحد من العازفين على اساس انه ما ممكن يعني, قالوا لي ما ممكن. فوردي بكبرياء وبشموخه ده كله وردي ده ما من السهل انه يتنازل عن حاجاته. صحيح ف يلا انتوا هسه يا شباب ما يعني ما الموضوع ده كان صعب شديد صعب شديد يعني كان شفت زي المؤيدين يقوك كده شفت يفلفلوك ما فلوك فيا شباب انتوا ما لقيتوا ما مريتوا بالحته دي تمام. هو لقيتوا فضاءات وبقيتوا تخشوا, بس بتبقى المسؤوليه مسؤوليه شخصيه لكل زول يكون زول هو دي رساله. الفن ده رساله يعتبره رساله يعني البروج بيجيك الشهره بيجيك الحاجات بيجيك, لكن انت تكون زول رسالي يعني خليك شفت استاذ بربري ده حضر لك بجنبك انا جاي عندك برضو المساحه عندك احنا في خواتيم اللقاء مع ذكرياتك اللي بتتذكرها ونصيحه برضو من للشباب يعني عشان نختم. والله انا قبل ما امشي يعني هو اتكلم عن استاذنا الهرم الافريقي والهرم هرم فنان افريقيا الاول استاذ الراحل محمد وردي يسرد التحيه. طبعا هو اول زول كسر القاعده بتاعت المصنفات دي ايوه في الاغنيه بتاعت بيني وبينك والايام فدي ما جازوا وما مفروض تتغنى في المهرجان. فطلع المسرح فكان في مدني وغنى, دي الاغنيه الوحيده اللي اجاز الشعب السوداني. يا سلام فهمت كلامي؟ فعلا ده بورينا انه الجمهور او المستمع أيوة. قادر انه يجيزك اذا مريت بظروف صعبه. نصيحه للشباب الفنان يغير. يا سلام شوف نحن لو ما جاتنا غيرة على حاجاتنا احنا خلاص ملينا انه احنا نكون بعيدين. الناس فاتتنا بسنين ضوئيه, ناس بقت تكون قاعده في امريكا وفي جنوب افريقيا وين بيعزفوا, في ناس في
الاسقف غنوا يعني الفضاء اللي هي بتتكلم عنه قبيل الاستاذه وصل المرحله دي. صحيح وصل المرحله دي. نحن ما قادرين اليوم الا نعمل بطاقه فافتكر انه كويس ان احنا انه عملنا سهره. أيوة. قدرنا من خلاله نوصل الشعب المعلومات. السهره ذاتها ما تتفهم بالمفهوم بتاع محاكمه يا اخوان. احنا جوانا بقى في حاجه زي غل. الناس ما تفهم السهره بفهم انه انا ذاتي ما بستاهل انه انا مثلا اشيل بطاقه. فهمتوا كلامي؟ يعني احنا لسه كلنا بنهبه يعني ما في زول وصل مرحله انه يشيل البطاقه الكبيره. وبنتعلم من بعض. وبنتعلم من صحيح. بعض. صحيح. انا شاكر لكم كثير وشاكر لفرقتك الموسيقيه والشباب ابدعوا ونورونا كثير. وشاكر للاساتذه الاستاذه ماجده حسن الصحفيه والنقد الفنيه مرحب بك واتمنى دوما نشوفك على خير. شكرا كثير الاستاذ ابراهيم الامام خريج كليه الموسيقى والدراما وتخصص صوت نورتنا كثير. العازف الموسيقي الشهير استاذ اسماعيل عبد الجبار شكرا كثير لك. استاذنا الفنان الكبير استاذ يوسف البربري شكرا نورتنا وسهره ماتعه ورائعه من خلال حضوركم بالتاكيد. ونتمنى انه تدوم هذه الافراح والليالي الملاح والفن دوما هو عنوان الشعوب. مساحه الختام عندك استاذ بربري متع جمهورك و فرجة رائعة للجميع. شوف الرأي حتى نلتقي مرة أخرى. تصبحوا على خير. طيب أنا هشتغل على 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 مزاج الفرقة لأنه أنا من مجد خاشي هم بيقولوا عايزين زهور اليانعة. زهور اليانعة عشان ما نمشي ساكت. زهور اليانعة بيت الطرح التوب وقع منها والشاعر قام شافه وتخيله. نشوف قال شنو. نمشي يا ولدي. Yeah.
صبري يا صفائي دايما تهزمي بألوان جميلة.